قلبك وضعفي واعمل اللي بدك ياه قوي قلبك وضعفي. مرحبا واضح، انا عباس عجاج حسن علموسي جعفر، عصفور الطرب الجديد. سيلبريتي دويت، انا كنت مفكر انه راح اطلع من اول حلقه لانه صوتي كتير بيقرف، وقلت لهم هذا الشيء اني انا كنت انه بحب اني غني لانه بالبيت كنت ضلني اكل قاتل لما نغني. هواهم رحت اغني يا ليلي يا عيني. هلا هي اللهجه الها داخل بهذا الشيء، بس انه بعتقد كل العالم بتحكي نفس الشيء مثل ما انا بحكي، مش كلهم انشهروا. الحمد لله في شيء بقلب اللهجة وبقلب عباس، عملوا مع بعض شيء كتير حلو وطلعوا مهضومين. لما ما كنت محضر وإجا وقت البرايم، رفعت أنا والمخرج إنه أوقع على الدرج. قلت له إنه بعمل حال إنه وقعت وهيك بس أقوم أوقف، العالم بقولوا يا حرام ووقع وهيك، كلهم صدقوا إنه أنا وقعت عن جد. كان في كتير شيء حلو مع مايا اللي عملناه، ما بعرف هاي بترقصي تحت الشتاء، كانت كتير حلوة. صوتي أسأل شيء صوتي وصرت مطرب. في اللي غايب علموك تسهر. أو هو صراحة لا، أنا كنت مبلش فيها تسلية إنه صارت أنا دارس بزنس، ما دخل أبدا بالتمثيل، وثقبت إنه كان الفيدباك من العالم حلو. بلشنا بالجديد، رجعنا LBC وهلأ MTV، والحمد لله يعني لك وان صرنا، إن شاء الله يكون عم نرضي كل العالم، وهذا شيء كتير صعب. أوكي.